طيب ما دام فتحنا موضوع الاموال، اكو نادي تطلبه عباس لغايه الان مثلته؟ لا لا اخر شيء لا لا كنا مستلم من حقوق كل هم يطلبون هم يطلبون هم يطلبون من يطلبك؟ ديوانيه لا لا بالعكس ما حد يطلب لا الديوانيه يطلبوك خابرا يقول لك رجعنا فلوسنا هاي اعرفها القصه مو جيه. قصه رجعنا فلوسنا ايه انا بقيت لي دفعه بالكهرباء بالقوى الجويه بقيت لي 30 فكابتن سمير قال لي عباس مرحله ثانيه تجي وياك قلت له تمام كابتن بس ويا وين من كان مدرب الديوانيه مدرب الديوانيه قال لي فقلت له انا اخذ فلوس اللي قدام لان ما ضامن انت باكر تبقى تطلع وانت شفت المدربين القبله يومين ويطلع على عنكوشي قال لا انا اختلف وعندي اتفاق ويا السيد قلت له مو مهم انت والسيد ها انا اريد المبلغ مال اللي قدام قال تمام راح تقعد ويا السيد بالكراده ويعطيك فلوسك اخذت فلوسي اللي قدام والله الدفعه قبل اللي لا قدام. تلعب ايش عبالك شوي فاخذت الدفعه مالت اللي قدام فاتفقنا على راتب الدفعه وراتب اول شهر اعطونا راتبي تمام كامل ثاني شهر حسين محسن قال لهم متاخر الراتب 12 يوم قال لهم انا الاكل علينا وهاي انا وعباس وجاي نتاذى باكر باكر عقبه باكر صار شهرين اعتقد اي شهرين ورحت حاكيتهم على الراتب قالوا لي انتظرنا باكر وهاي قلت لهم لا ما انتظر باكر حسين محسن راح قبلي بطل قبلي اخر لعبه قبل لعبه الطلبه بطل حسين محسن ما لعب فطلعوا الكابتن سمير وطلعوا كابتن سعيد محسن وجابوا مالك فيونتيري البرتغالي هم طلعوا جابوا مدرب برازيلي جاني قال لي انت يعني خوش لاعب بالفريق وهاي قلت له انا اطلب شهرين قلت له اليوم اذا ما يعطوني فلوس انا راح ارجع لاهلي قال لا العب هاي لعبه الطلبه كانت ملعب الشعب خسرنا 1-0 قال لي برا اللعبه فايزين خسرانين انا اعطيك فلوسك هذا المدرب؟ المدرب البرازيلي يترجم لي انت انا ما التقيت بالسيد العنكوشي طول ما التقيت اي بس وي الاداره وباكر باكر اي قلت له راح ابقى على مودك راح العب اللعبه وبراها راح اجاني للديوانيه اذا ما اعطوني ارجع وبعد ما اجي قال تمام والله رحت قعدت وياه قال باكر يعطونك فلوسك قلت له تمام مبطل ببراية ابو ناصر كان المهاجم مال سماو اما مستحقات بطل رحت له قلت له كابتن اريد مستحقات ما شهرين قال له باكر قلت له لا عاد خلاص راح اروح رحت بعد ما رجعت ورا يومين ثلاثه مقدم علي شكوى انا وحسين محسن منو مقدم عليك شكوى؟ العنكوشي هي الاداره مال الديوانيه ما اعرف العنكوشي رحت باعتباره رئيس نادي اي باعتباره رئيس نادي فرحت للاتحاد خابروني قلت لهم هيك وهيك الموضوع قالوا اذا الحق لكم ولكم وتلعبون باي نادي تريدون توقعون والله ايوه